السلام عليكم البنات، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا على خير وبخير وتكونوا تعلمتوا. اليوم ان شاء الله هذا الفيديو هذا غنخصو غير الاخوات المبتدئات. بزاف ديال المبتدئات كيعيطوا لي، اول حاجه تيقولوا لي كتزربي بنت مبتدئات ما غيسيرونيش في السلسلات اللي كندير، كل بحال درت السلسله ديال شي قفطان اولا ديال شي جليبيبه ما غاديش يسيروني المبتدئات، وكيبقاو يشكاو دائما تيقول لك لا حنا ما كنعرفوش وهذا داكشي. علاش قررت ان شاء الله ندير لهم هذا الفيديو هذا توضيحي. اولا كيهضروا كيبقاو يقول لك لا الحرير كيتشنت فلينا، هذا هو حتى هو من الاولويات ديال المبتدئات، يقول لك الحرير كيتشنتف، وكيقول لك شنو النوع ديال الكروشي اللي كتخدمي به، وتيقول لك العقيق اللي انت كتخدمي به في الكروشي كنجيو كندخلوه في الكروشي كيبقى يتشنتف لينا وما كتبغيش العقيقه تخرج، وكيقول لي شنو هو الفرق ما بين الخدمه اللي كتخدم في الثوب والخدمه الطايره، والغرزه ديال الحشو دائما كتجينا مكمشه اولا كتجينا مرخيه، وهذا ديما مهم الانسان ديما كيتشكاو المبتدئات. اليوم ان شاء الله بغيت نعطي بزاف ديال التوضيحات. اول حاجه اللي غنبدا بها هي غنوريكم كيفاش تشدوا الخيط. قبل ما تبداو تشدوا الخيط، لا الا كانت القصبه نتوما يلاه مبتدئات تجيبوا قصبه البنات ديروا لها بانداس هكايا صغار، شدوا فيها هاد الجوانب هادو على هاد الشكل هذا، ما غيبقاش الحرير يتشنتف ليكم. هذه نقطه مهمه، هذا بالنسبه للمبتدئات اللي يلاه شراو القصب ديال الحرير بداو كيتعلموا به. النقطه الثانيه واللي هي مهمه هو دابا انا غنوريكم كيفاش غادي نشدوا الحرير باش ما يبقاش يتشنتف لينا. بالنسبه حق الانواع الخيط اللي تيقول لي البنات باش كتخدمي، انا كنخدم دائما من القصبه مباشره الحرير على اربعه ديال الشعرات، وسبق لي درت لكم فيديو خاص وريتكم كيفاش الانواع ديال الخيط المعتمده في الكروشي المغربي. هذاك الشيء علاش واخا وليت كنصور فيديوهات ما بقاش كنبقاش كل مره كنوضح، رجعوا للفيديو السابق وغتفهموا وغتعرفوا الانواع ديال الخيط اللي كيستعملوا في الكروشي. كاين الخيط ديال الكوردون، كاين الخيط البروم ديال الطرز، كاين بزاف ديال الانواع، ولكن انا كنعتمد على الحرير من القصبه. الحرير المبروم كيتخدم حسب الطلب لان الثمن ديالو كيكون زايد. اول حاجه غنوريكم كيفاش غتشدوا الخيط، هذه اول حاجه ما يبقاش يتشنتف ليكم. الطريقه ديال الشده ديالي انا في ديال الخيط، اولا كنلوي الخيط، انا كنخدم اليد ديالي اليسرى كامله كتشد ليا الخيط، واليد اليمنى كتشد ليا الكروشي. حيت بزاف ديال الاخوات يقول لك لا انت كتشدي بواحد الطريقه في شكل، انا اليوم غنوضحها لكم، كنتمنى تشوفوها ومهم تطبقوها، وكل وحده في الاخير دير الطريقه والشده ديالها اللي بغات هي. انا كنلوي الخيط على هذا الاصبع هذا، على هذا كنعاود نلويه على الاصبع الاخر وكندورو فوق هذا باش ملي كنخدم بحال هكا كنتحكم فيه. انا غنعاودو باش تفهموا، نلوي الخيط على هذا الاصبع هذا ونعاود نلوي على الاصبع اللي فوق منه وغنجي عند هذا وندير بحال هكا. انا غنعاود البنات باش تفهموا، انا غنعاود ولكن نتوما تبقاو تعاودوا الفيديو باش تفهموا اكثر. نلوي الخيط على هذا الاصبع هذا، نعاود نلوي على الاصبع اللي فوق منه وغنجي هاد السبابه ديالي وغنشد كلشي، وهنا باش كيبقى لي الخيط هنا كيبقى لي هاد الخيط هذا كيبقى لي مجبد البنات. هاد الخيط هذا الا ما بقاش لي هنا مجبد راه ما كتش كيتشنتف ليا من طبيعه الحال الخيط. كاين الاخوات كل كاين وحده اللي كتشد غير بحال هكا، انا ما كنعرفش انا نشد الشده ديال شي وحده انا كندير الشده ديالي. غنعاودها لكم عاوتاني باش تفهموا، نلوي الخيط على هذا الاصبع هذا وغنلوي على الاصبع اللي فوق منه وغنجيب هذه السبابه ديالي وغادي نشد بحال هكا. انا كنتحكم في هذا الخيط هذا ملي كيكون عندي هنا كنتحكم فيه، جانا الخيط مرخوف غنزيرو حنا من هنايا وغنجبدو هذا الخيط هذا اللي كيبقى مدلي هو اللي كنتحكموا فيه، كنجبدو الخيط على هذا الشكل هذا. بغينا نرخفوه راه كتبقى يدينا غدا بحال هكا البنات، ها هي كترخف. غنعاود دابا باش نوريكم البنات غرزه ديال الحشو. الغرزه ديال الحشو كيصيفطوا لي بزاف الاخوات في الواتساب كيتكمش ليهم الثوب وهذا خطا كبير. هنا غنبداو نديرو دائما فوق الحزمه، كنديرو فوق الحزمه البنات كنديرو غرزه ديال الحشو ها هي، وكنزيدو حداها كنزيدو حداها البنات ها هي غرزه ديال الحشو ها هي، ونعاودو حداها البنات غرزه ديال الحشو ها هي على هذا الشكل هذا. ها هي ما جاتنا لا مكمشه لا والو البنات، جاتنا زوينه كما شفتو. ها انتم البنات
عادي يلبنات هاد الغرزه ديال الحشو ما تكمشات ما والو، وفي نفس الوقت الخيط ها هو حنا محكمين فيها، هو على هذا الشكل هذا حنا محكمين فيه ما كيتشنتفش وكيبقى مزير وكيبقى مقاد كما كنقول لكم. ها انتم البنات على هذا الشكل هذا، ها انتم بهدوء غرزه حشو، حيت بزاف تيقول لك لا حنا ما عارفينش غرزه حشو. هاد البنات هاد الفيديو هذا خاص غير المبتدئات اللي يلاه قايلين بسم الله في الكروشي. نخرجوا هاد جوج غراز، نعاود واحده اخرى ندخل الخيط الثوب عاوتاني الكروشي في الثوب ونجبد الخيط وغنجبحهم بجوجهم بخيط على هذا الشكل هذا. صافي البنات انا غنقطع الخيط ديالي كما كتشوفوا، انا قطعت الخيط ديالي صافي ما غنحتاجش دابا هاد الخدمه هادي. غنوريكم هنا دابا حنا ورينا غرزه حشو هذه هنا هكا كتبدا كيفاش كتخدم في الثوب، كنخدموا في الثوب على هذا الشكل هذا. دابا غنوريكم كيفاش الا بغيتو تخدموا الخدمه الطايره يعني طايره عفوا يعني بلاتو اشنو غادي نديرو. دابا غنديرو الدائره السحريه، واخا حتى هي درت لها فيديو خاص ولكن ما فيها باس. نعاود نذكركم الاول خيط على الاصبع ديالي على هذا الشكل هذا، نعاودو عاوتاني باش تفهموني. نحل شويه ديال الحرير الاول خيط البنات على الاصبع ديالي بحالكم، وهذا خصو يجي فوق الاول. ها نتوما غنشدو بحال هكا وغنديرو على الاصبع ديالي ونعاود الاخر يجي فوق منه على هذا الشكل هذا. دابا غندخل الكروشي من تحت هذا الاول وغنشد هذا الثاني، غادي نشدو. انا جبدت هذه الغرزه وغنرجع لهذاك الاول وغادي ندير سلسله. هاي البنات هاي الدائره ديالي هاي تكونات هنا البنات. هانتوما لاحظوا كنتحكم فيها كنضيقها اولا كنوسعها، هانتوما ها انا وسعتها دابا غنتحكم فيها نضيقها. هذا هو الخدمه اللي كتخدم بحالكا. كاين اللي كيبغي يدير سلسله يديرها، من الافضل ديروا الدائره السحريه كتجي البنات ساهله. دابا غنلوي الخيط على يدي كما وريتكم في الاول على هادشي باش كنتحكموا فيه، والخيط ها هو كيبقى لينا مثبت. دابا غنديروا واحد جوج وسلسله اللي درنا في الاول هي الثالثه. نلوي الخيط على الكروشي وغادي نعمر هنا، نحاول ندير لكم غير بعض ديال الاعمده باش تفهموا. ها العمود البنات الاول، ها هو العمود الثاني، ها العمود الثالث البنات، العمود الرابع. هذا راه شويه مشيت من هنا ولكن معليش، ها هو يا الرابع. غنديروا واحد جوج ثلاثه سلسلات. صافي دابا هانتوما غتشوفوا كيفاش غنتحكموا في هاد الدائره السحريه هادي. هانتوما هاد الخيط هذا اللي كيبقى هنا مدلي حنا دابا غنجبدوه كامل، ها هو يا. صافي حنا جبدناه، ها هي الخدمه ديالنا، ها هي تثبتات وما كتبقاش لينا الغرزه من هنا البنات كبيره. شتوها ها هي الغرزه كتبقى لنا صغيره، وفي الاخير ملي كنسالي الخدمه ديالنا كامله هذا كندخلوه من طبيعه الحال في الثوب وكنثبتوه بالبرا اولا بالكروشي. هادشي اللي كاين. نسيت ما وريتكم دابا انا سربتها، غنوريكم العقيق ملي كيدخل في الكروشي. انا نسيت وسربت الخيط، انا غنعاود البنات نقطعو ونوريكم. ها نتوما البنات دابا غنحتاجو العقيق، هذا كريستال نمره 4، غنوريكم بسهوله للمبتدئات كيفاش يدخلوه في الكروشي. بالنسبه للكروشي انا كنخدم بالنمره 12 البنات، ما كنغيروش نهائيا، كنخدم به الكوردون، كنخدم به اي حاجه ولفته وتعودت عليه، كنخدم به جميع انواع الخيط كما كان. شي مرات بالصوفه رقيقه كنخدمها بالنمره 12. انتما الا كتخدموا بالنمره 10 هنا 0.6 مليمتر، انتما الا كتخدموا بالنمره 10 او النمره 11 وكتجيكم مزيانه ما تغيروهاش، خدموا بالحاجه اللي كتجيكم في يديكم مزيانه البنات كما كتشوفوا. ها انتما البنات والله الا يلا دابا نبداو على بركه الله باش تشوفوا الخدمه كيفاش دايره. ها انا حزمت الخيط، انتما دائما اللي مع المتبعين راه عارفين دائما كنحزم، غندير دائما فوق الحزمه غرزه حشو. والطريقه اللي وريتكم كيفاش تشدوا الخيط ها هي على الشكل هذا. دابا غندير غرزه حشو على هذا الشكل هذا، حاول ندير غرزه حشو ها هي. دابا غنخرجها ونحط وحدايا واحد شوي ديال العقيق. دابا اشنو غندير، غنجيب العقيقه هذه اليد غتبقى شاده ليا الخدمه ديالي، واليد الاخرى غتجيب بها العقيقه وغادي نسدها. ها هي العقيقه خرجتها بكل سهوله،
ها انتم البنات غندير عاوتاني غرزه حشو هنا، هنعاود حداها غرزه حشو. غنخرج هاد الغرزه ديالي كما كتشوفوا وغادي نجيب عقيقه. ها هي هاد الخيط هذا غنخرجو من العقيقه مباشره هكايا، وغادي نثبتو العقيقه فوق الثوب ديالي. ها هي غنعاود ندير حداها غرزه حشو باش نوضح لكم. ها هي غنجبد هاد الغرزه هادي ديالي، غنجبد الغرزه وغنجيب عقيقه على هاد الشكل هذا، وغنخرج الخيط ديالي من العقيقه وغادي نثبتو في الثوب على هاد الشكل البنات. ها هي بسهوله بسهوله البنات كندخلوا العقيق في الكروشي. كنتمنى البنات هذا الفيديو هذا نكون شرحت لكم اساليب اللي هي سهله سهله وبسيطه، والكل يكون قدر يفهمني. وشاركوا في المجموعه ديالي على الفيسبوك وعلى انستغرام، ودائما رقم الواتساب ديالي راه في صندوق الوصف. بالسلامه عليكم، تهلاو في راسكم.